وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يقصف نعله ويرقع ثوبه ويلب شأته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية الله ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدفعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يقرأ ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية الله ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية الله وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى الله وها هنا وقف بلا جواد المقال عن اضطرار